السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو ديالنا مع واحد العنصر اللي حتى هو اساسي في رمضان، في الطبلة ديال رمضان، هو صفوف او سلو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج ان شاء الله، انا غادي نعملو بدقيق القمح الكامل ماشي دقيق فوس، تيكون صحي 100%. كيف تشوفوا هنا معايا دقيق القمح الكامل كيلو بالنخالة ديالو بكل ما ليه محمر على هذا الشكل. عندي هنا كيلو ديال اللوز المحمر في الفران ومطحون مزيان. عندي هنا كيلو ديال الزنجلان حتى هو محمر في الفران ومطحون. هنا عندي شي ربعة ديال اللوز اللي حتى هو محمر في الفران ما مطحونش بزاف، حتى هو يكون هكذا على شكل غبرة بحال دقيق القمح الكامل، يعني نحسو به حتى هو في الماكلة. عندي هنا واحد ربعة ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومطحون مزيان حتى تشوفوا على شكل بخاليلي. عندي حبة حلاوة ونافع تقريبا بيناتهم شي ربعة المعالق، تيبقى هذا الشيء اختيار وتيبقى الناس يعني اذواق كل واحد وشنو تيبغي، اللي تيبغي كثر اللي تيبغي يقلل، هذاك الشيء تيبقى اذواق. عندي هنا كوزه وحده انا دقيتها في المهراس. عندي شي ربعه الحبيبات ديال المسكه الحره دقيتها مع شويه الملحه، لان ولا بد من نعملو شويه الملحه في سلو لتصحيح الذوق. عندي جوج معالق كبار ديال القرفه. هنا تيبقى لي الزنجلان هكذا محمر، تنبغيه حتى في الاخير حتى تنجمع السلو ديالي كامل، عاد غنخليه هكا باش تيبقى هكذاك تيبان في السلو. هو واللوز طيفات ديال اللوز هكذا كبار حتى هما، هادو غنخليهم حتى الاخير حتى تنسالي ندلكهم مزيان، تيبقاو في المرحله الاخيره غير التزيين فقط. بالنسبه لهاد السلو انا ما تنديرش فيه السكر نهائيا، غادي نخلطو بالعسل الحر. هذا عندي عسل ديال الليمون، تكون بالنسبه للثمن نازل على بالنسبه للعسل الاخر بحال الدهموس ولا شي حاجه تيكونوا طالعين في الثمن، هذا نازل. بامكانكم تستعملوا زمزمي، هو ما بينه بين زمزمي يعني ماشي بزاف، من الاحسن الانسان ياخذ عسل حر ديال الليمون. وعندي الزيت البلديه، زيت البلديه غنخليها في الاخير الى جمعت واحتاجيتها، يعني ما نستعملهاش بزاف، نقدر نستعمل كاس ولا جوج كيسان ديال الزيت البلديه. صافي هذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله دابا غادي نبداو نجمعوا سلو او الصفوف ديالنا. غادي نبداو على بركه الله، ناخذ دقيق القمح كامل، الزنجلان، اللوز، نخلطو. غادي نضيف اللوز اللي غبرة، غادي نضيف القرفة، كوزة، المسكة الحرة، نافع، وحبة حلاوة، كل هاد العناصر مفيدة جدا للجسم، ومن تناخدوها في رمضان فهي تعطينا واحد الطاقة باش ندوزو نهارنا كيف تيكونو بخير وعلى خير، لأننا تنكونو جعانين وصايمين. يعني سلو ماشي غير دقيق صافي تنحرقوه، يعني خاصو يكون مقوم. بإمكانكم تجمعو هاد العناصر كاملة بحال هكذا، كامل هادشي كامل بلا ما تخلطو لا بالعسل ولا بالزيت البلدية، أو الناس اللي تتعمل الزبدة كل واحد وشنو تيعمل، وماشي كله تخلطوه، تقدروا تخلو النص هكا تخبيوه هكذا تعملوه في شي بواط وتخلوه هكا ناشف حتى يسالي لكم الاول، عاد تجمعوا الثاني، خصوصا الا شفتوا مثلا الكميه يعني كبيره. المهم البنات بقى لي دابا غير بخانيلي وباش ندلك مزيان ويعني ونغلب عليه،
خاصني ناخذ شي بوينيو هكذا ونعمل هاد العناصر دابا كامله مع هاد البخانيلي باش نضيف العسل والزيت ونتلك مزيان كلشي. كيف تشوفوا البنات خديت واحد بوينيو باش من تنبغوا هكا ندلكم مزيان هاد الصفوف تعاوننا ماشي بحال القصريه. نزيد بعدا هاد البخانيلي اللي باقي لي هنا ديكو هاد البخانيلي مزيان باش يدخل مع هاد النواشف هاد الحبيبات خاصهم ميبقاوش اللي تيبقاو هكا ديال الزنجلان دوز خاصهم يتحلو. غادي نبدا نزيد العسل والزيت البلدية عاد غادي صافي نبدا ندلك الصوص ديالي. نحاول ندير الزيت البلدية تقريبا شي كاس ديال العنبة عيني ميزاني في عيني صافي. صافي هادشي كامل البنات غادي نتلكو دابا مزيان ونرجع معاكم. صافي البنات راه هادشي تلك مزيان وتنبقى هكا ديالو بيدي حتى دوك الكويرات خاصهم يتحلو باش كلشي يتلبس بهاديك الزيت البلدية والعسل الحار. على هكدا لهاد الشكل. دابا مبقى لي غير نزيد هداك الزنجلان هكذا كيجي باين في سلو واللوز اللي مهمش. صافي نجمع دابا هادشي هكذا وغادي يكون الصفوف ديالنا واجد. بالنسبه للكيلو ديال العسل الحار غادي خليت فيه غير هاد الشويه وزيت البلديه كيف تشوفوا غادي يكون شي كاس عامه ديال العنبه هو اللي درت في هاد الصفوف. صافي البنات غادي نخلط هاد الزنجلان واللوز ونرجع معكم. اذا البنات وصلنا اخر الفيديو كيف تشوفوا الصفوف ديالنا او سلو تيجي على هاد الشكل مقوم مزيان وصحي مليون في المية. يعني دقيق القمح الكامل واللوز والزنجلان تبارك الله كلهم عناصر اللي مفيدة للجسم لكم وحتى لوليداتكم. نتمنى انكم تجربوه وما تنسوناش دائما من دعم واشتراك القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.